صباحكم الله بالخير مشاهدينا مرة ثانية. في ظل هذه الفترة أكيد برز دور القوة في المستشفيات بشكل جدا كبير، ولكن ما ننسى دور الكوادر الشرطية أيضا جنبا إلى جنب مع كل الكوادر الطبية، كان لها جهد جدا كبير خاصة في ظل هذه الآونة للحفاظ على أنفسهم والحفاظ على مجتمع دولة الإمارات. فعلا يا حمدة، ولذلك سميوا بفريق الدفاع الأول لأن كان لهم دور كبير جدا في ظل الوضع الراهن. صحيح، طبعا من هذا المنطلق شهد فريق عبد الله خليفة المري قائد العام لشرطة دبي يوم الخميس الماضي حفل تكريم 69 موظفا متقاعدا من مختلف إدارات العامة ومراكز الشرطة ممن أمضوا سنوات طويلة في خدمة القوة وساهموا أيضا في تطوير منظومة العمل الشرطي في الإمارة. جاء ذلك طبعا من خلال حفل نظمته إدارة العامة للموارد البشرية في نادي الضباط ضمن مبادرة أطلق عليها اسم تكريم منجزين في شرطة دبي. مشاهدينا خلنا نتابع هذا المقال في التقرير التالي. المسيرة هذه لكل موظفين المؤسسات الحكومية طبعا هي موجودة من بداية التعيين إلى بد أن في قصة حياة الموظف فيها نهاية، ولكن نحن في شرطة دبي نعتقد أولا بأن ارتباط الموظف بهذه المؤسسة ارتباط مستمر وليس له نهاية، واليوم اللي دخل هذا المكان في الحفل أحس بأن كأنه هو يعني عرس الحقيقة نحتفي به بموظفينا وبالناس اللي خدمت خلال السنوات والعقود الماضية والناس اللي الحقيقة شاركتنا في تحقيق المنجزات المحلية وعلى المستوى العالمي، كان كل الحقيقة بجهود يعني اللي شفتوهم الفسيفساء الجميلة هذه من القيادات إلى التنفيذيين عندنا، احنا شفتوا الناس الموجودين الحقيقة كل النتائج الموجودة عندنا كانت في صف فريق واحد، وهذا جزء من الفريق، واليوم احنا ما نودع هذا الفريق، ولو كنا نبغى نودع هذا الفريق كنا عملنا هذا الحفل في موقع اخر في فندق في كذا، ولكن عملناه في موقع خاص فينا احنا في الحياه الاجتماعيه الخاصه بشرطه دبي، لذلك واليوم يشوفون المنجزات الموجوده داخله وعرضنا كل ما هو يمكن نشوفه، وفي نفس الوقت يعني خروجهم صحيح انه محزن لان الفريق يقل، ولكن نرى في 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 عيونهم فرحة بهذا التكريم وفرحة بهذا اللي يعتبر حتى في نهاية مطافهم إنجاز أن يتجمعوا، لنا تواصل معهم ولنا جروبات خاصة فينا، وفي نفس الوقت الحقيقة هم سيبقون جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة الناجحة إن شاء الله حاليا ومستقبلا. اليوم طبعا كان يرعى حفل تكريم منجزين في شرطة دبي معالي الفريق عبد الله بن خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وجميع مساعدي القائد العام بالإضافة إلى مدراء الإدارات العامة، وهي الحقيقة يعني كل شرطة دبي قادة شرطة دبي اليوم كانوا موجودين مع إخوانهم، ويمكن لاحظتوا بأنهم يجلسون جنبا إلى جنب مع المكرمين من الأخوة والأخوات اللي بيغادرون يمكن مقاعد العمل، ولكن لن يغادروا الحقيقة مقاعد القلوب في القيادة العامة لشرطة دبي.